يعطيكم العافية يا شباب، شلونكم؟ امبارح انقتل بوطي بجامع بمنطقة المزرعة بالشام، شو رأيكم باللي صار؟ أكيد النظام قتل عشان يتم العصابات الإرهابية فيه. شو دليل على هالشيء؟ ها؟ شو دليل على هالشيء؟ ما حدا بقدر يوصل له للبوطي بالمسجد. طيب نحن كمسلمين أو أي تنظيم للجيش الحر من أبطال الجيش الحر معقول يوصل لهيك مرحلة أو يفكر؟ مستحيل إنه يفجر حاله مسجد أو يسوي شيء بقلب مسجد. طيب نحن مثلا نحن طالعين معروف نحن طالعين نحن للحرية ولنصرة الأخلاق والدين، يعني معقول نحن كأبطال جيش الحر يتصرف هيك تصرف؟ مستحيل. طيب شو غاية النظام يقتله؟ يتم الجيش الحر فيه بس. وفتنة. طبعا ما حد يتبنى العملية من الجيش الحر، ليلتها ما حد يتبنى العملية، وهذا شيء واضح. النظام ما فيه. الجيش الحر اللي دعم العملية بتبناها بعد دقيقة أو دقيقتين مباشرة على الإعلام، بس ما حد بتبنى العملية. بالنسبة للأسلحة اللي أخذت دوسر من فرنسا وبريطانيا على الجيش الحر، لو بدي سلحه من سنتين، والدروع الواقي للرصاص خليها عنده ما لازمتنا، إحنا بنجيبه من نسبته لحالنا. شو تقوله بالشارع هذا بالنهاية؟ الإعدام وراح إلا برا. قربت نهايته؟ إن شاء الله قريبة. يعطيك العافية يا شباب. هذه أراء من أهالي مدينة الرابطة حول مجرى البارحة بالبيت.